تهنى مع شركتنا كل شيء اتفقنا عليه يتم في الوقت ان شاء الله. يعيشك بسلامة. مساك مدام. بخير. هذا برنامج الجمعة هذي. نهار الاثنين من 10 ل 12 اجتماع الفريق الهندسي. من 4 ل 6 فما الوفد الالماني باش يعملوا زيارة للمعمل نتاعنا. نهار 3 يبدا سيمينار مدة 3 ايام. المهم الاقلام والمحافظ والسيديات يكونوا حاضرين. تهنى مدام حضروا. خلنا نمشي مع شعلية وقتها. توصي حاجة مدام؟ لا لا، اوكي فكرت او كملت. برشا برشا يا مدلل، برشا برشا حبك على قلبي تسلل، برشا 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 يا مدلل، برشا برشا انا حبي ليك برشا، روحي والهانة وعطشة وصحة لبنتي صحة. احسن هدية تقدمها الام العصرية لصغيرها هي الرضاعة الطبيعية على الاقل لمدة 6 شهور.